أول سؤال هنا هو أسرة عمر، أنا الدولة التي توجد بها مدينة جنيف الشهيرة؟ سويسرا. سويسرا، برافو. أنا الدولة التي توجد بها مدينة كيب تاون الشهيرة؟ يا دكتور كيب تاون إيه؟ أيوة يا إسلام، برافو. إكسبورت. أيوة مش أنا رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والألوان؟ خريطة. برافو. أنا أقوم، مفيش أي حد بيفين، ماشي. أنا أقوم بتوضيح الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية وتساعدنا في تحديد موقع معين على الخريطة. وردة البوصلة أو الجي بي إس. الله عليك دكتورة يا جماعة، الله فعلا. طيب أنا واحة في مصر يحتفل سكانها بعيد حصاد التمور والزيتون ويطلق علي عيد السياحة. سيوة. إيه؟ سيوة. واحد سيوة؟ أيوة طبعا، برافو. أنا مجموعة مدن في مصر يشتهر سكانها بالأغاني المرتبطة بآلة السمسمية. بورسعيد. مدن إيه؟ السويس. مدن الإيه كلهم بقى على بعض؟ مدن البحر الأحمر. لا السويس ببورسعيد دول إيه؟ مدن الإيه اسمه؟ مدن القناة. حد قال إيه؟ مدن القناة. مدن القناة أنتوا اللي قلتوا مش هم صح؟ ماشي يلا الحمد لله، يلا خيرها في غيرها. طب بقول لكم إيه يا جماعة، أنتوا مش مصحصحين لي ومش مفوقين لي وأنا محتاجة صحصح أكتر.